مراجعة ريفيزيون لأي فرصة نقول اللهم اجعله صيبا نافعا أحط بالصورة الصحيحة دون ديتون on اللهم اجعله صيبا نافعا أنتور بون ايماج قص والسق الكلمات الناقصه découpe إيكول لي les mots manquants. ما واجبنا نحو نبينا صلى الله عليه وسلم que nous est-il obligatoire vis-à-vis -vis de notre prophète صلى الله عليه وسلم كم فأرا يختفي في الغرفه Combien de souris se cachent dans la pièce? Entoure le bon chiffre.